كلمة واحدة أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. سنتعرف عليها في هذا الفيديو فتابعوا معنا، ولكن قبل أن نبدأ كما العادة المرجو منكم ترك إعجاب للفيديو لأن ذلك يساهم كثيرا في انتشاره، وبذلك تعم فائدته ولك بها الأجر والثواب، فالدال على الخير كفاعله. ولا تنسى ترك تعليق أسفل الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فلنبدأ على بركة الله. إخواني الكرام، جاء في الحديث عن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. رواه البخاري في صحيحه. وفي رواية أخرى عند البخاري أيضا عن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: جعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر، جعل الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعاله. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا، فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة، فقال لي: اجلس ها هنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله، جعلني الله فداك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة، قال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر. وسئل الشيخ ابن عثيمين: ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه؟ عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وفي رواية عن علي: رغم أنف أبي ذر. فأجاب الشيخ رحمه الله: هذا الحديث صحيح، ومعناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن من حقق التوحيد وقال لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة ولو عمل بعض المعاصي والكبائر، لأن المعاصي والكبائر لا تخرجه من الإيمان، كما هو المذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان يكون مؤمنا بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يخرج من الإيمان بالكبائر. فها هو الرجل لو قتل نفسا محرمة بغير حق فإن ذلك من أكبر الذنوب، ومع هذا لا يكون بهذا خارج الملة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الطائفتين المقتتلتين: إنما يصلح بينهما أمرهما أن يصلح بينهما، وقال من الإخوة: فأصلحوا بين أخويكم. وهذا دليل على أن الإنسان لا يخرج من الإيمان بفعل الكبائر، فهو يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ولكن هو مستحق للعذاب على هذه الكبيرة. إن كانت ذات حد في الدنيا فعوقب به، وإلا عوقب به في الآخرة إلا أن يشاء الله، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتهى قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومعنى جملة رغم أنفه أي صار أنفه الذي هو رمز العزة والارتفاع والعلو والأنف والكرامة في التراب، والمقصود بالرغام هو التراب. فكانت العرب سابقا ولا يزالون يشمخون بأنوفهم ويفتخرون بعلوها عن الأرض، فقوله رغم أنف أي صار أنفك في التراب والطين، وهو كناية عن الذل والصغار والإهانة. والحديث هنا يوضح بأن من شهد بأن لا إله إلا الله ومات موحدا حتى لو ارتكب الكبائر، وخاصة الزنا والسرقة والعقوق وغيرها من المعاصي والذنوب، أنها لا تنقض إيمان صاحبها بالكلية، ولكنها تنقص من كمال إيمانه بقدرها. كما أن الذنوب والمعاصي مهما تعظمت لا تحجب صاحبها عن دخول الجنة ولا تجعل آخرته خالدا في النار حتى وإن مات مصرا على فعلها.
فلا نجزم أنه في النار، بل نقول إنه في مشيئة الله عز وجل. إن شاء الله أدخله الجنة وعفى عنه وهو الغفور الرحيم، وإن شاء أدخله النار وعذبه بها وهو العزيز الحكيم، ثم بعد ذلك يخرجه من النار برحمته طاهرا مطهرا إلى الجنة، وذلك ما دام لقي ربه على التوحيد لا يشرك به شيئا. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة العقائدية لأبي در رضي الله عنه عندما ظن أبي در أن الكبائر قد تحول دون دخول صاحبها الجنة حتى وإن أتى بالتوحيد، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الظن خاطئ. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم له 3 مرات أن من مات على التوحيد دخل الجنة، وإن أصاب من معاصي والذنوب ما أصاب، فإن كان ممن عصمهم الله تعالى من الدخول في الكبائر فهو من أول الداخلين بمشيئة الله تعالى، وإن مات مصيرا على اقتراف الكبيرة فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وعفى عنه، وإن شاء عذبه بقدر ما يتطهر من ذنوبه ثم يدخله الجنة. قال النووي رحمه الله: واعلم أن مذهب أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، وإن كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من البر ما عمل. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الحديث، إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه وفاسق بفعله وكبيرته، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه. وإن دخل مرتكب الكبيرة النار فلا يخلد فيها ما دام أنه مسلم ومات على التوحيد، يعذب في النار على قدر ذنوبه وكبائره ثم يخرج منها برحمة الله تعالى ويدخل الجنة. وهذا ما يفسر حديث أبي در: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي در، أي أن أهل الكبائر قد يحصل منهم السرقة والزنا ولكنهم في آخر الأمر يعفو الله تعالى عنهم بعد دخولهم النار وعذابهم بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا تخرج من هذا الفيديو قبل أن تضع بصمتك بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تبخل أخي الكريم بمشاركة هذا الفيديو في صفحتك أو في مجموعاتك أو مع أصدقائك كي تعم الفائدة، ولا تنسى أن الدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.